كرامة هي إحدى قرى اللاذقية، تقع في السفوح الغربية لجبال اللاذقية وتحديداً على الصفحة الشمالية الغربي لكتلة رويسة بيت سعد. تنحدر أراضيها غرباً نحو النهر المسمى باسمها، حيث شرع ببناء سد تخزيني لري القرى المجاورة. تبعد عن القرداحة 8.5 كيلومتر باتجاه الجنوب الشرقي. تربتها حمراء تحميها المدرجات، وتكثر فيها الينابيع الغزيرة كعين الجوزة وعين الطاقة. تتميز مناطقها الحراجية بوفرة المياه، وتتميز أيضاً بالطبيعة الساحرة الخلابة من غابات إلى جبال خضراء وينابيع وأنهار، لتشكل هذه العناصر لوحة فنية من صنع الخالق وسط جبال اللاذقية، وتمنح بكرامة عوامل الجذب السياحي.